بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. عزيزي، الواحد ما بيجيلوش فكره محاربه الهبد الا الساعه 3 الفجر، يعني الساعه 3 الفجر كده الواحد يقرر يحارب الهبد بقى، لان انتشر كلام كتير جدا النهارده حوالين تعيين الحكم اوريال جرينفيلد سيدير لمباراه المغرب والجزائر. طب الحكم ده ايه وضعه؟ لا، الحكم ده صهيوني ومن الكيان الصهيوني، حكم صهيوني من الكيان الصهيوني جاي يحكم في كاس العرب للجزائر والمغرب. لا 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 لا، الدنيا قامت وما عادش. طب ايه مصدر الخبر؟ والله تقارير صحفيه اللي طلعت الخبر ده. طب مين يعني الصحفي؟ مين التقارير اللي طالعه منين؟ والله تقارير صحفيه يا باشا. طب ما تقارير صحفيه اعرف ان وراها هبد على طول، اعرف ان في هبدايه جايه من وراها. الفيفا طلعت قالت لك والله يا باشا احنا اساسا مفيش حكام من الكيان موجودين معاكم في الدوره، يعني احنا مش اخبار الدرجه دي، مش هروح اجيب لك حكم من الكيان واقول لك موجود معاك في البطوله العربيه اللي هي مفترض ان انتوا كعرب بتتقاربوا. يعني ازاي يا معلم؟ ده احنا كنا بنحاول نقول لاخواننا الجزائريين واخواننا المغاربه ان هم ينسوا الخلافات السياسيه اللي موجوده دلوقتي بين البلدين، ونقعد نفكر ده ماتش كوره ونحاول نتقارب، فيجيجوا يحطوا لنا حكم صهيوني. ازاي يا معلم؟ يا معلم بالعقل كده. انا عايز اعرف، هو اي حد بيرمي خبر على النت الناس هنا تتفاعل والناس هنا تتفاعل، واللي بيطلب من منتخب الجزائر ينسحب واللي بيطلب من المغرب تنسحب بناء على خبر فيستك اساسا؟ اللي هو يا اسطى الخبر مش حقيقي، الخبر مش حقيقي، الخبر عباره عن هدايا. حد سبح الصبح قرر يهبط، مش الصبح كمان ده قرر يهبط بعد العشاء، يعني حد قرر يهبط بعد العشاء اللي هو حق تعيين حق الحكم اوريال لمباراه الجزائر والمغرب. طب ايه ده؟ انت مش هتقول حكم اسرائيلي ليه؟ ما انا قلت اسرائيلي قناه تتقفل. يرضيك قناه تتقفل عشان خاطر خبر فيك يابا؟ يرضيك يعني؟ انت لو يرضيك قول لي، لو ما يرضكش نقعد بقى نفكر كده بالعقل ونركب العقل شويه ونعتبر ان احنا اخوه، او مش نعتبر، ده حقيقه احنا فعلا اخوه كمصريين او جزائريين او تونسيين او مغاربه او سعوديين، كلنا في البطوله دي جايين اخوه، جايين هنا ننسى كل مشاكلنا، مش جايين نعمل مشكله جديده. فنتمنى كلنا نعرف ان احنا دلوقتي لما طلع كلام ان في حكم صهيوني هيكون وسطينا كلنا رفضنا، فيا رب نفهم ان المشكله مش فينا احنا كشعوب، ولا المشكله فينا احنا كناس عاديه، المشكله في الناس اللي بيحطونا في اطار سياسي معين علشان نقعد نتخانق احنا الاثنين. فهمت يابا القصه من الفيديو؟ يعني يا رب يا جماعه نفهم ان الموضوع مش مستاهل ام الخناقات اللي احنا بنعملها على السوشيال ميديا دي. مش هنفضل ورا القاده السياسيين بتوعنا كده، يعني مش هنفضل الناس سايقانه. عيل تخلي حد سايقك، اقعد فكر كده بدماغك وهتعرف ان الموضوع انت مش كسبان ولا خسران منه اي حاجه. وعقبال ما تفكر بقى وانت بتفكر كده اعمل لايك للفيديو لو عجبك، او اعمل سبسكرايب لو القناه لو عجبتك، او في الحالتين ممكن تعمل ديسلايك عادي، مفيش اي مشكله. اه بس في كل الحالات يعني مش تمشي في الكومنتات، معلش.